بتطيح في الزاوية. كنت في نفس المكان، كيف تغير ولا بعد نفس هو؟ عفوا هلا. منورين جميعا، الأول البث في ألف ساتر. تمام حبيبي، بخير، أخبارك، كيف الحال؟ دبي متطورة أكثر. وين مسرفين المتهالكين؟ هلا فهد، جيت بوقتك. هلا هاي حياتي، هلا خلي عينك على التعليقات، ما عاد ادري عليها كلها. هلا علي، هلا حبيبي. كان والله طول الليل المطر، بس الظهر كان شمس وشكله بيرجع المطر اليوم. شوف رسالة لسه بالبث، انا انبسطت من البث. اشوف بعد البث اللي تواصل معي بشوف رحيلكم كلكم بعد البث يا حبايبي. سالفة عليك في يوم اصلح وغني. كيف انت بتغني يعني؟ عاد ما انصحك يعني، الله يعين الناس اللي بتغني لهم. بسألك هذا، تفضلي. لا هذا الإسعاف، بس صوت الإسعاف أنت معاي. أيوة دائما شغال 24 ساعة في وسط المدينة شغال. هلا أهلية الريل، هلا والله. يا
اشحن كوينز بالابل باي. والله ما اعرف يمكن. والله مره جربت بس اعرف انه بينفع بالباي بال وبينفع بالفيزا والبطاقه الصباغه. تقدر تدفع على تجار. ايوه لا تشحني من التطبيق التيك توك. الشحن اغلى يكون بالتيك توك. اشحني بالموقع. روح من سفاري مثلا او من جوجل مثلا وادخل على حسابك من هناك واشحن. انا سمعت ان الشحن بامريكا ارخص في جديد. ايوه يطلع ارخص بكثير. يعني بتشحن من التطبيق يكون السعر اغلى. حرام والله. لا تشحن من التطبيق التيك توك. دفع لغث شوي. صحيح تدفع عن طريق الاب ستور. عاد صح انا انصحك بس حتى انا اشحن من التطبيق عشان مالي خلق ان اطلع واشحن من برا. على طريقة الشحن اللي انا اقول لك اياها هي يعني للشاحنين الداعمين اللي بيدعموا يعني اللي بيفرق معهم. ما يسحب الفرق على طول يحط فلوس زيادة في الاب ستور. ايوه فنحط في الاب ستور بعدها تنسحب من البطاقة عندك. بس ان شحنتي من الموقع على طول تنزل من البطاقة. فين حاجة لي؟ والله ما اعرف ما عندي علم. عليهم غياب. ايوه سجل. سوق تعب حبيبي تسلم. يحتاج بالستور. صح ما يحتاج لها بالستور. عادي تختاري دفع مثلا بالبطاقة تحطي رقم البطاقة وتفاصيل وتشحني على طول ينزل بالبطاقة ما يروح للأبل ستور ولا هالكلام. عليكم السلام. هلا منورين. ايوه البث مباشر. اخبارك يا باسل؟ كيف الحال؟ ايش جديد؟ تدري عني من زمان. حتى انا والله تاخرت اني عرفت عن الموضوع لكن اوفر وما يروح للاب ستور فاستخدمي احسن من بدك تشحن. عسى دوم يا حبيبي يا بس. لا بعدين يصير مشكلة اني اجمع بالاب ستور وما ما
ما انسحب من البطاقة يصير ما تقدر تحدث تطبيقات مثلا، يصير ما تقدر تنزل. فيها مطاعم عربية؟ أيوة فيها مطاعم عربية كثير، عاد كل أنواع الأكل موجود. حلويات، مطاعم شاورما، مناسف، كبسات، مطاعم يمنية، زربيان ومفطح بتصير لي. أيوة مشكلة، لازم تدخل الاب ستور وتعيد تحديث البطاقة. في مناسب؟ أيوة في مناسب موجود، هذا بسرعة عشان المشاكل. أيوة أنا عارف المشكلة، أنا والله كثير يعني أحيانا حاول يعتمد الطريقة اللي قلت لك عليها. أكل المكسيكي موجود؟ أيوة. عاد مرة رحت بواحد من البثوث، ما أذكر مين كان موجود ومين لا، رحنا مطعم شاورما مشهور، وصورت فيه يعني، فتحت بث هناك. بعدين رحنا اكلنا كنافة، صورت كل شيء موجود يعني. هلا حمد، هلا حبيبي. على قلبك، تسلم. خدنا عن نيويورك نشوف، ان شاء الله ان شاء الله من نروح يعني ايام جاي. تايم سكوير موجود في نيويورك، انا رحت على نيويورك مره.